أهل السنة وجماعة السلفيون. السلفية هي الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة. الحقيقة الشيخ ذكر سالفة الشيخ محمد العريفي الله يحفظه، وما حاولوا أن يثيروا عليه بقضية كلمة قيلت في محاضرة وألبسوها باللباس معين، وجاءوا للشيخ الفاضل صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وسألوا بهذا السؤال، أن ما قولك في داعية يقول كذا وكذا وكذا، وهو في شرح حديث ولو ظهر لو جلد ظهرك وأخذ مالك، وان الشيخ قال ان هذا انما هو اذا كان على الافراد وليس على العموم وكذا، وجاءوا سالوا الشيخ وقال الشيخ ما يقول هذا، هذا صاحب هواء، وهذا خلاف مع اهل العلم، مع ان القول معتبر. شيخ ماشي بجيك الان يعني حقيقه شيء سارسله الان من هذه القناه، وجابوا قضيه قوله على سوره التفاحه في سياق كلام لو اخذ في سياق لا اعرف ان لا هي سخريه ولا انتقاص. أنا أسجل يعني حقيقة رسالة تحية واحترام وتقدير للشيخ محمد العريفي يوم أن قطع الطريق على هؤلاء وذهب بنفسه للشيخ صالح الفوزان وقال يا شيخ صالح ترى الموضوع أعطيت إياه بغير ما, 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 ما هو الحقيقة، وأما ما نقل عني من موضوع الحديث يعني على خلاف تعرفون أهل العلم في ثبوته من عدمه واللفظ، فقال له أنا لم أقل هذا الكلام من عندي بل هو قول الإمام النووي وقد ذكره في شرحه في الحديث على صحيح مسلم وأنا نقلته. ثم الشيخ قال لا إذن أنا ما قصدت أنك صاحب هوى على الإطلاق، ولكن قلت من أراد هذا وبارك له هذه الخطوة وبين له قضية تسمية السورة بهذا الاسم. أنا أتمنى من الدعاء الذين نفع الله بهم ويعني هدى الله على أيديهم الكثير ولا يزال يعطون أن يقطعوا الطريق على من يلبس على الناس حقيقة نصاعة دعوتهم ونفعها بها، فإذا جاءت مسألة فيها لبس فلا بأس بالذهاب للعلماء وبيان القضية حقيقتها، لأن هذا أنا أظنه سيقطع القضية من جذورها، وهي رسالة في نفس الوقت إلى المشغبين الذين يريدون يشغبون على الدعاء والمصلحين بأشياء تسعهم ويسع يعني الناس غيرهم. شيخ طارق أصول يقول السائل ينسب لابن حجر الإمامين ابن حجر والنووي رحمهم الله تعليقهم على حديث وإن جلد ظهرك وأخذ مالك أن المقصود بالحديث تولي خليفة عادل وتسلط على شخص معين فليصبر درءا للفتنة. الحديث عام موجه لمعين، عام للأمة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي يصرفه عن معناه هذا له هوى، يريد أن يفسر الحديث على حسب هواه ومشربه ومذهبه ولا يطيعه الحديث، حديث عام ولله الحمد. وما وجدنا هذا في كلام النووي، رجعنا إليه ما وجدنا هذا في كلام النووي. نعم. هذا أخ يقول أنه بعد البحث في كتب النووي بن حجر لم أجد ذلك وجزاك الله خير. نعم أنا بحثت ولا وجدت هذا. نعم.